هذه السورة هي من السور المكية، ونزلت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدد آياتها 110 آيات، ولها اسم آخر هي أحسن القصص. قال الله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. هذه السورة التي من قرأها وهو مكروب أو مهموم انشرح صدره، وقد نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي توفي فيه عمه أبو طالب وزوجته خديجة، الذي سمي بعام الحزن، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. الوقفات كثيرة في هذه السورة، ولكن فيها من البشائر التي تأتي بعد الكرب، وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشد الناس بلاء الأنبياء. فنبي الله يوسف، والده يعقوب، جده إسحاق، جده إبراهيم، ومع ذلك كان فيه كرب عظيم. وفي آخر الآيات وفي آخر السورة ترى الفرج من الله سبحانه وتعالى. أنا سأقف وقفة واحدة في الآية 18 من السورة. قال في أول القصة عندما بدأت وفعل بإخوته ما فعلوا، قال يعقوب عليه السلام: بل سوت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هنالك صبر وهنالك صبر جميل. الصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه ولا شكوى. ثم قال في الآية 83: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه العليم الحكيم. في الأولى فقد يوسف عليه السلام، في الآية الثانية فقد ثلاثة: يوسف وبنيامين والكبير الذي قال: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وسبحان الله، أمر عظيم في هذه السورة. مهما قلنا ومهما فعلنا فهي هنيئا لكل مكروب ولكل مهموم، أنه ليس بعد الليل إلا نهار، وليس بعد الظلام إلا نور، وليس بعد العسر إلا يسر. فرج الله همنا وهمكم وكلنا يا رب العالمين.